بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بمحاضرة جديدة من كيمياء حيوية طبية. رح أكمل معاكم إن شاء الله اليوم بشابتر الليبيد ميتابوليزم. زي ما أنتم عارفين إحنا المرة الماضية بلشنا بيه أو المحاضرة الماضية بلشنا بالليبيد ميتابوليزم وبلشنا بالليبيد بريك داون أو الليبيد كاتابوليزم. حكينا أول إشي على الليبيد دايجيستشن إنه كيف إحنا بنهضم هذه الدهون المعقدة اللي بتكون عندي موجودة في الغذاء. بعدين حكينا إنه بعد ما بتتكسر لفاتي أسيد وجليسرول كيف إحنا بنكسر الجليسرول وكيف بنستفيد منه وكيف إحنا نعمل اللي هي عملية البيتا أوكسيديشن لا الفاتي أسيد ومنكسر الفاتي أسيد. وحكينا تعلمنا كمان كيف نحسب عدد الـ ATP اللي بنتج عندي من كل لفة من عملية الفاتي أسيد أوكسيديشن وقديش عندنا عدد الـ NADH والـ FADH اللي بنتج عندي. هلأ في شغلة ضل ما حكيناها. هلأ إذا انتبهتوا المرة الماضية أنا لما كنت أعطيكم الأمثلة كان مثلا يكون الفاتي أسيد عدد كربوناته 20 16 10 18 كليتها أرقام إشمالها أرقام زوجية. طيب لو أنا كان في عندي يمس فاتي أسيد عدد كربوناته فردي، يعني عدد كربوناته كلمة أود يعني فردي، كلمة أود يعني فردي، يعني مثلا فاتي أسيد عدد كربوناته 7، فاتي أسيد عدد كربوناته 9، فاتي أسيد عدد كربوناته 15. طيب إذا إحنا عارفين إنه كل مرة إحنا بطلع عنا أسيتيل والأسيتيل كربونتين يعني إشماله زوجي. طيب لو كان أنا عندي فردي معناته في آخر لفة من عملية البيتا أوكسيديشن ما رح ينتج عندي يعني ما رح ينتج عندي حبتين أسيتيل كو إيه، رح يكون في عندي حبتين كربون اللي هني الأسيتيل ورح يكون عندي على الجهة الثانية 3 حبات من الكربون. طيب يا مس هل هدول 3 حبات كمان بسميهن أنا أسيتيل كو إيه؟ أبدا، هدول 3 حبات أنا بسميهن بروبانيل كو اي، بسميهن بروبانيل كو اي. حتى تفهم علي وافهم عليك حطيت انا بس مثال بسيط تمام عن فاتي اسيد مكون من 7 كربون او من 7 كربونات. هلا لو انا دخلت هذا الفاتي اسيد على الاكسيديشن تمام في الفيرست سايكل او في اول سايكل رح ينتج عندك حبه اسيتيل كو اي من كربونتين ورح يضل عندي كم كربونه اللي هي 5 كربونات اللي بنسميه أسل. احنا اتفقنا انه كلمة أسل اللي هو الفاتي أسيد اللي بتكون من اي يعني من اكتر من كربونتين 3 كربونات 4 5 6 10 المهم بنسميه أسل، بينما الأسيتيل انه هو بتكون فقط من كربونتين. على كل بعد اللفة الاولى رح ينتج عندي انا حبة أسيتيل وراح تكمل ال5 حبات تدخل في سايكل تانية او في لفة تانية من البيتا أوكسيديشن، رح يعطيني كمان حبة أسيتيل كو إيه ورح يعطيني إيش يا جماعة؟ رح يعطيني أو رح يضل عندي 3 كربونات. 3 كربونات هذول إيش منسميهن؟ منسميهن بروبينال كو إيه. طيب لو أنا أعطيتك مثال تاني، لو فرضا عندي بدل 7 كان مثلا 11 في أول سايكل رح يطلع عندك حبة أسيتيل كو إيه ورح يضل عندي إيش؟ 9. في السايكل الثاني رح يطلع عندك حبة أسيتيل كو إيه ورح يضل عندي إيش؟ 7. رح نحتاج طبعا لسايكل ثالثة رح تطلع عندك كمان حبة وإيش رح يضل عندك؟ رح يضل 5. بعدين رح نحتاج لسايكل رابعة رح يضل عندي هنا إيش؟ 3 اللي هو البروبينال كو إيه، وطبعا خلص تنتهي السايكل. يعني الفكرة في بالنسبة للبيتا أكسيديشن سايكل لما أنت بتحكي على تكسير الأود فاتي أسيد أو الفاتي أسيد اللي عدد كربوناته مفرد تمام او عدد كربوناته مفرد او عدد غير زوجي، شو بعمل؟ اخر سايكل رح ينتج فيها حبة اسيتيل كو اي وحبة بروبينال كو اي. طيب بدك تيجي تحكي لي طب مس كيف احسب عدد السايكل اللي انا بحتاجها؟ بطريقة بسيطة جدا جدا جدا، القانون رح نعدل عليه تعديل بسيط. يعني انت متعود على القانون انه number of carbon ناقص 2 على 2 تمام. هلأ العدد اللي رح يطلع معاك رح ننقص منه كمان نص حتى يعطينا العدد النهائي. يعني تعالوا نشوف المثال اللي عندنا اللي هو الفاتي أسيد اللي عنده كم كربونة، اللي عنده 7 كربونات. بنيجي نحكي هلأ 7 ناقص 2
يساوي طبعا 5 على 2 2 ونص، 2 ونص ناقص نص معناته كم لفة؟ لفتين. طب لو أخذت أنا وياكم مثال تاني، حكت لك عندي فرضا فاتي أسيد تمام، مكون فرضا with 15 كربون تمام، how many cycle، how many cycle need، كم عدد اللفات اللي أنا بحتاجها؟ عادي باجي بطبق، بحكي 15 ناقص 2 على 2 ويساوي 15 ناقص 2 طبعا يساوي 13 على 2، طبعا 13 على 2 تساوي 6 ونص ناقص نص ويساوي 6 سايكل أو 6 لفات. طيب بناء على هذا الكلام معناته 6 لفات معناته إيش؟ معناته 6 أسيتيل كو إيه تمام، معناته هلا انا بقدر احسب نفس الحساب تبع المره الماضيه اللي هو يا جماعه على عدد الاي تي بي اللي انا بنتج عندي، بحكي 6 اسيتيل كو اي ورح ينتج عندي مش هن 6 سايكل، 6 اسيتيل كو اي، 6 ان اي دي اتش و6 اف اي دي اتش تمام. طبعا هدول خليهن بتخليهن للاخير، بتمسك الست اسيتيل كو اي وبتدخلهن على كريبس وبتعمل نفس الحكي اللي سويناه السنه المره الماضيه. طيب هيك يا جماعه بكون انا خلصت الاشي الاخير اللي ضل علينا من الفاتي اسيد اوكسيديشن. ضلت شغله كمان، هلا اذا كان انت عندك الفاتي اسيد ان ساتوريتد يعني ايش؟ يعني الفاتي اسيد غير مشبع او الفاتي اسيد عنده دبل بوند تمام. هلا الان ساتوريتد فاتي اسيد ارجعوا لها من البيو اللي ما بيعرفها، بس هيني عم بحكيها. الان ساتوريتد فاتي اسيد هو فاتي اسيد عنده ايش يا جماعه؟ عنده في تركيبه دبل بوند اللي هي الدهون السائله زي الزيوت، اللي هي الدهون السائله زي الزيوت. هاي الدهون تتميز انها عندها ايش؟ دبل بوند او عندها روابط ثنائيه، ممكن تكون رابطه ثنائيه او اكثر. هلا بحكي لك قبل ما هادي بالنسبة لهاي الفاتي أسيد، قبل ما أدخلها على الأكسيديشن لازم أسوي لها هيدروجينيشن، لازم شو أعملها؟ لازم أسوي لها هدرجة، يعني لازم أكسر الروابط الثنائية اللي فيها وأحولها لدهون مشبعة أو لدهون صلبة وبعدين أدخلها على البيتا أكسيديشن. هاي يا جماعة كانت آخر إشي بدنا نحكيه عن البيتا أكسيديشن أو عن تكسير الفاتي أسيد. هلا في عنا موضوع جديد او موضوع حلو اللي هو موضوع الكيتون بوديز او الاجسام الكيتونيه، اللي هي الاجسام اللي بنلاقيها بكثره عند مرضى السكري او بنلاقيها بكثره عند الناس اللي مثلا صلها صايمه فتره الصبح. كيف اذا متذكرين معنى هي بس يزيد تركيزها بالدم كمان بصير الجسم يحاول يتخلص منها عن طريق البول. اذا متذكرين لما عملنا عينة هشام بالمختبر وكان هشام طبعا مش ماكل من امبارح، فلقينا الكيتون عنده اشمال يا جماعة، لقينا الكيتون عنده بوزيتيف. فالفكرة انه انكم تعرفوا انه الكيتون بوديز كيف الكيتون بوديز يا مس بتتكون. شوف ايش اللي بصير عندك هلا، انت لما بتراكم عندك اسيتيل كو اي تمام وما في عندك كميه كافيه من الاوكسيلو اسيتات. هلا احنا حتى ندخل او ندخل الاسيتيل كو اي على كريبس زي ما بتتذكروا اكيد انتم هالايام بتدرسوا، يعني ان شاء الله انكم تدرسوا ارجعوا لحلقه كريبس، انتم عارفين انه الاسيتيل كو اي زائد الاوكسيلو اسيتات مع بعض بيكونوا لي الستريت وبدخل على حلقه كريبس او بفوت على التراي كاربوكسيليك اسيد شو اسمه سايكل او اللي هي على كريبس سايكل. طيب لو انا عندي كميه اسيتيل كو اي كثير 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 كبيره تمام، وهي الكميه الاسيتيل كو اي تمام يعني اكثر من حاجه الجسم انها تفوت كريبس، طب ايش بصير الجسم يعمل فيها؟ بصير الجسم يحاول انه يحولها لكيتون بوديز، يحولها لكيتون بوديز عن طريق انه بحاول انه يخزنها على شكل دهون. يعني هو تكوم عنده كتير من حبات الاسيتيل كو اي تمام، ونتيجه هذا الاشي شو بده الجسم؟ بده يحاول يتخلص منها فبحولها للكيتون بوديز، بحولها للكيتون بوديز. طبعا متى احنا بنشوف الكيتوجينيسيس او الكيتون بوديز؟ لما يكون عندي انا عم باكل اكل هاي اوف فات لو اوف كربوهيدرات. ليش؟ لانه في الحاله هذه هلا الجسم
ما عماله بياكل، ما في سكريات، فبضطر يلجأ للدهون حتى انه يكسرها ويحصل منها على الطاقة. وكيف اذا انت بتاكل دهنيات زيادة، فهذا الاشي اكيد بده يعطيني او بده يعطيني كتير من الكيتونز. في حالة الديابيتك او في حالة السكري، ليش طبعا؟ لانه هلا في حالة السكري ايش اللي بصير عندك؟ الجسم ما بقدر، والانسولين ما في انسولين كفاية، ما في جلوكوز يفوت جوات الخلايا حتى الخلايا تعمل له جلايكولوسيس وتكمل اموره. فايش بصير عندك؟ بصير الجسم بده مصدر طاقة تاني، فبروح على الدهون وببلش يكسر فيها وببلش ينتج كميات كبيرة من الاسيتيل كوا. كذلك الامر الحالة الثالثة اللي هي حالة الصيام او حالة الانسان اللي مش ماكل من زمان. طيب طبعا ايش اهم او شو هم اهم الكيتون بوديز اللي لازم انت تكون حافظهم مثل اسمك؟ لازم شو مالك تكون حافظهم مثل اسمك، اللي هم الاسيتو اسيتيك اسيد، البيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد، والاسيتون. هدول هم اهم الكيتون بوديز اللي احنا بنلاقيهم في الحالات الثلاث اللي حكينا عنهم، خصوصا في حاله الدايابيتس ميليتس. ليش؟ لانه زي ما حكينا انه بكونش في انسولين كفايه. الانسولين يا جماعه اللي ما بيعرف ده، لا هاي الفكره لازم تضلها ببالك، عمرك ما تنساها، لازم تضلها ببالك عمرك بحياتك ما تنساها. اللي احكي لكم بس انا شغله بسيطه ايش اللي بيصير انت عندك في حاله السكري حتى اذكركم. هلا الانسولين هو شو بيعمل؟ الانسولين هو هرمون بيطلع من البنكرياس، تمام؟ وين بيروح؟ على اي خليه؟ هلا خلايا الجسم، هلا الجلوكوز بيكون ماشي في البلد، تمام؟ هاي الجلوكوز. هلا الهدف انه احنا نطلع الجلوكوز من البلد، وين ندخله؟ ندخله على السل او على الخليه عن طريق، طبعا كيف بدخل؟ لما يجي الانسولين يرتبط مع الانسولين الريسبتر اللي بيكون موجود وين؟ على سطح الخليه. طب اذا انا في عندي يا اما انه ما عندي انسولين، او انه في عندي مقاومه من مستقبلات الانسولين، هل الجلوكوز رح يقدر يفوت على الخليه؟ لا، فبضل ايش ماله؟ بضل في الدم، فبيعلى تركيزه بالدم، وهذا الاشي بيعمل لنا الدي ام او السكري. طيب الخليه هاي والخليه هاي والخليه هاي والخليه هاي ضلني حرام من غير اكل، من غير اي تي بي، شو بيجي يعملن؟ بروحن للليبيد، بصير نكسرن الفاتي أسيد وطلن منه الـ ATP أو الطاقة، ماشي الحال. ونتيجة طبعا هذا الاشي رح يتكون عندي كمية أسيتيل كو اي كافية. قد يكون هلا أوكي بدك تحكي لي طب مسمى احنا الهدف انه نحصل على أسيتيل كو اي مشان نفوت على كريبس، ماشي، بس بصير عندك انه كمية الليبد، كمية الفاتي أسيد اللي عم تتكسر هائلة. فقد ما في أسيتيل كو اي دخل على كريبس، رح يضل في عندك كتير من الأسيتيل كو اي زيادة، الجسم بده يحاول يتخلص منها، فشو بيعمل؟ بحولها لا كيتون بس، بحولها لا كيتون بس. هاي يا جماعة هي قصة تكوين الكيتون بس. هلا رح اكمل انا وياكم باللايبوجينيسيس، رح نبدأ بالليبيد انابوليزم. هلا احنا بنكون خلصنا الليبيد كاتابوليزم، رح نبدأ بالليبيد انابوليزم. كمل معاكم بالفيديو التاني.